جديد تونسي. التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطرية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني بالديوان الأميري بقطر. ونوه رئيس الحكومة بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، كما أكد على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها في كل المجالات. دعا اتحاد الشغل اليوم في بيان على صفحته بفيسبوك إلى التحقيق بخصوص تأمين سفينة تجارية تحمل العلم المالطي لرحلات مباشرة بين ميناء أجدود بإسرائيل ورادس. وقالت المنظمة الشغيلة إن السفينة تحمل اسم إيكاترينا ستدخل الليلة إلى ميناء رادس، داعيا إلى اعتراضها وحجزها والتحقيق في من يكون وراء تأمين هذه الرحلات. ينطلق بداية من يوم الثلاثاء 1 جوان 2021 اعتماد التعريفات الجديدة بالنسبة لخطوط الحافلات والمترو لشركة نقل تونس، التي قررت الزيادة في التعريفة لتكون أدناها 500 مليم وأقصاها 1500 مليم، وذلك بحسب عدد الأقسام. الرئيس المدير العام للشركة معز سالم ذكر أن عدم الزيادة في تعريفة النقل على خطوطها منذ 2010 مقابل الارتفاع الكبير في المصاريف كان له انعكاس سلبي على مداخيل الشركة، مما أثر على توازنتها المالية بما يقارب ب 500 مليون دينار، وهو ما انعكس على قدرة الشركة على الاستثمار. أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد 30 ماي 2021 عن تطعيم 23,729 شخصا ضد كورونا خلال اليوم 78 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وبلغ العدد الجملي للتلقيح بتاريخ أمس السبت 29 ماي الجاري 922,838 تلقيحا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في 13 من مارس الفارط. دعت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج اليوم الأحد رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى تكوين لجنة مشتركة للبحث والتقصي حول المفقودين والعالقين التونسيين في ليبيا والبت بصفة نهائية في مواضيع عالقة لسنوات. وأشارت الجمعية بالتزامن مع الزيارة التي يؤديها المنفي إلى تونس بدعوة من سعيد إلى أن من بين المواضيع العالقة ملفا صحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري والأطفال التونسيين العالقين في معتيقة وأمهاتهم. كنتم مع ريكاب جديد تونسي، قدمها لكم خالد عليمي.